مش كل تأخيرة وفيها خيرة، لأن مش في كل الأحوال التأخير بيكون في مصلحتنا، وعشان كده في حالات معينة من تأخر الإنجاب لازم ناخد فيها قرار سريع بعمليات الحقن المكهري. طب إمتى نعمل كده؟ ده اللي هنعرفه حالا مع دكتور أحمد مشالي وبرنامج فرحة العمر. احنا اتكلمنا بقى ان احنا مش لازم نستعجل ولازم نمشي واحده واحده بخطوات تصاعديه. طيب هل في حاجات سواء عند الزوج او عند الزوجه تجبرني ان انا استعجل في اتمام عمليه الحقن المجهري بالخصوص؟ اه طبعا، اهمها عند الزوجه عامل السن وعامل مخزون المبيض، واهمها عند الزوج ندره الحيوان المنوي او انعدامه. هم دول التلات عوامل عند الزوجين اللي لازم اول ما اشوفهم افكر في الحقن المجهري بسهوله. لو ابتديت بالزوج، الزوج ندرة الحيوان المنوي في السائل، يعني لو بنتكلم ان التحليل الطبيعي عند السائل المنوي لازم يكون العدد ما يقلش عن 15 مليون والحركة ما تقلش عن 32% ونسبة التشوهات ما تزيدش عن 96%. اي حاجة بره البارامترز دي، يعني التشوهات فوق 99% او حركة اقل من 10% او عدد اقل من 10 مليون وكده، لا لازم اخش افكر في موضوع الحقن المجهري وافهم الزوج نسب نجاحه في هذه الحالة. طب بالنسبة للزوجة، أهم حاجتين قلنا، عامل الوقت اللي هو السن ومخزون المبيض. زي ما قلت في إجابة سؤال سابق إن أنا في الحالات اللي فوق 35 سنة ما بستناش أكتر من 6 شهور عشان أبتدي أعمل فحوصاتي. 6 شهور يعدوا ما حصلش حمل أبتدي أعمل فحوصاتي. فإذا أجت لي زوجة عندها 40 سنة ولسه متجوزة ما فيش من شهرين ثلاثة وجاية بتقول لي أنا بدور على حمل، ولقيت انا مخزون المبيض عندها قليل سواء بالتحليل او بصوره الاشعه التلفزيونيه، ما ينفعش اقول لها نستنى سنه او نستنى حتى 6 شهور ونتابع طبيب ونشوف. لازم تحط في بالك ان انت كده ممكن بتضيع فرصه ثمينه على هذه السيده. واكم من حالات شفناها لفوا على دكاتره سنتين وثلاث سنين بمخزون مبيض قليل وبيتناقص على سبيل ان ممكن يحصل حمل طبيعي، وكذلك بالنسبه لتحليل الزوج. وفي الاخر بينتهي الموضوع ان بتنتهي فرصه الزوجين في حدوث حتى عمليه الحقن المجهري ونسب النجاح المتوقعه منها. فطبعا الحقن المجهري انا ممكن بحط عليه الارم او اللمبه تنور عندي لو لقيت سن الزوجه متقدم، عدينا ال 37 سنه، حتى لو لسه متجوزه ما بقالهاش 4-5 شهور، لقيت مخزون مبيضها قليل جدا يعني تحت الواحد مثلا، ما ينفعش استنى بقى في محاولات متابعه تبويض وتنشيط وكده، لازم ابتدي على طول انبهها ان الحقن المجهري هنا اصبح ضروره وفرصته هتبقى احسن دلوقتي من لو عملنا بعدين.